اسم الله اللطيف، أسرار وتجليات لا عد ولا حصر لها، وسرعة استجابة كلمح البصر، وطاقة نورانية خارقة، ومعسر من أسرار اسم الله اللطيف في الكشف والاستخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في هذه القناة التي أسعد بتواصلي معكم من خلالها، وأسأل الله العظيم لي ولكم العفو والعافية واللطف في سائر الأمور دنيا وآخرة. في الفيديو السابق تحدثنا عن اسم الله اللطيف وبعض خصائصه وتصريفاته، ولا أريد أن أمر دون ذكر قوة هذا الاسم العظيم في الكشف المبين بإذن الله، لذلك اخترت أن أقدمه في هذا الفيديو. هذا الاسم، اسم الله اللطيف، له قوة إعجازية خارقة، بحيث يجمع في معناه أو في نفس الاسم ثلاث معاني في آن واحد. الأول أنه عالم بخفايا الأمور وبواطن الصدور، لقوله سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وثاني معنى أنه رفيق بعباده، يرزقهم بلطف ورفق، لقوله سبحانه: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. والمعنى الثالث أنه لطف أن يدرك بالكيفية، فمن لطفه سبحانه وتعالى أنه لا يدرك بالكيفية، لقوله سبحانه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فهو اللطيف سبحانه الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا، وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة. اللطيف بعباده، الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها. ودائما اسم اللطيف فهو مقترن بالخبير، لذلك فهذا الاسم له طاقة وقوة رهيبة جدا في الكشف عن أي أمر محير أو مسألة غامضة أو اختيار يصعب التحديد فيه. لذلك فهذه الفائدة خاصة بالكشف والاستخبار باسم الله اللطيف. فمن أراد أن يرى في شأنه ما يحب ويختار، يعني أن شخص لديه مسألة محيرة أو يعني أمر شغل باله، أو يعني يريد أن يختار في موضوع ولا يعرف بالضبط ماذا يختار أو أي اختيار هو الصائب، فما عليه إلا أن يشتغل بهذا الاسم، فله طاقة جبارة جبارة جدا جدا في الكشف، وفي من أول ليلة أو ثاني ليلة أو ثالث ليلة على حسب نية وعلى حسب الصدق. وبالطبع لازم أن يكون صدق النية واليقين في الله سبحانه وتعالى وفي أسمائه وفي طاقتها الجبارة. هذه الأسماء الحسنى يعني لها طاقة جبارة، كل اسم له معنى وله خصائص وله تصريفات. لذلك كما قلنا، لمن يهمه أمر الكشف في أي موضوع أو الكشف حتى عن أمر مرضه الروحاني، يعني هل هو يشتكي من عين أو حسد أو سحر أو مس أو إلى غير ذلك، ولا يعرف ماذا أو ما هو العلاج، فليستعمل أو يشتغل بهذا الاسم، فله طاقة هائلة جدا في الكشف. وفي المنام يظهر له، أو حتى في اليقظة ممكن أن يرسل له الله إشارة أو معنى يعني مفهوم وواضح حتى يتبع الأمر ويتبع الدواء اللازم. لذلك ماذا يفعل الإنسان؟ يتوضأ، يصلي العشاء، ثم يصلي ركعتين بعد العشاء، ثم يجلس ويستغفر الله 100 مرة، يصلي على النبي 100 مرة، ثم يقول:
يا لطيف 129 مرة، وهذا العدد كما قلنا فهو العدد الصغير والعدد المعروف والمشهور يعني المشتغل به كثيرا، هو هذا الرقم له طاقة يعني وله قوة جد قوية في شتى الأمور كما ذكرنا في الفيديو السابق، في الفيديو السابق اللي قبل من هذا يعني ذكرنا بعض التصريفات وبعض الخصائص لهذا الاسم. أما العدد الكبير فهو 16641، ولكن يعني لا داعي للاشتغال به، ففقط يشتغل الإنسان بهذا العدد وهو قوي جدا أو بمئة يعني عدد عادي أو بألف كذلك فهو عدد يعني يجوز الاشتغال به، ولكن العدد المشهور هو 100 بحسب الجفر هو 129. كما قلنا يعني يصلي الإنسان العشاء ركعتين بعد العشاء يستغفر 100 مرة، يصلي على الرسول 100 مرة، ثم يقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف بهذه الصيغة 129 مرة، ثم يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يا هادي يا لطيف يا خبير، اهدني وأرني وخبرني في منامي ما يكون من أمر كذا وكذا، ويذكر المسألة أو الشأن الذي يخصه، بحق سرك المكنون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعا دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، صدق الله العظيم. يقرأ هذه الآية ثم ينام على جنبه الأيمن وهو متوضئ بالطبع، وينام وهو ذاكر لله، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يرى ما يطلبه في منامه، يا إما من أول ليلة أو ثاني ليلة أو ثالث ليلة حسب روحانية أو صدق قلب الإنسان، فبحسب صدق الإنسان يرى. وإن شاء الله يرى الإنسان وأحسبكم جميعا من الصادقين قلوبهم، يعني كما قلنا يا إما من الليلة الأولى أو الثانية أو الثالثة يكشف له الأمر ويعني يوضح له بإذن الله سبحانه وتعالى الأمر وما يختار وما يجب أن يفعله. ولكن الكشف لازم أن يستر ولا يحدد الإنسان بهذا الكشف أحد، يعني ما يراه لا يكلم به أحد ولا يحكي عنه. فهذا الاسم هو اسم عظيم سره وشأنه، وكل ما أنصح به نفسي وكل مستمع هو العمل أو عمل ورد يومي بهذا الاسم، يا إما 100 مرة أو 129 مرة عفوا عدده المشهور، أو 1000 مرة أو حسب طاقة الإنسان واستطاعته. المهم لا يمر يوم بدون ذكر الله اللطيف، بدون ذكر يا لطيف يا لطيف الطف بنا يا لطيف، فكم لله من لطف وكرم لا تدركه الأفهام ولا تتصوره الأوهام، فيا رب الطف بنا وجميع المسلمين، فإن لطفه وهذا الاسم يعني مهما قلت فيه فسبحان الله العظيم، اسم رقيق وشفاف ولكن في عمقه قوة خارقة جدا، يكفي الإنسان يذكر به الله وسيرى بنفسه. شكرا على المتابعة وأعتذر عن الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله.